السلام عليكم اخوتي اخواتي، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو نتوما بصحه جيده يا ربي. هذه هي الشجره اللي خديت من هذاك الكرطوط، هي هذه شجره ديال الكرموس، خديته من هنا وديته للدار وغسلته وخليته حتى نشف. من بعد عاد بصصتها، ومن بعد صايت به داك شلاضة او مقدمة، ومن بعد تناخدو هاديك هاداك اللي بقى ليا تناخدو تنيبسو، وفاش ما تيكونش بقى داك الكرطوط هذا صافي، من بعد تنبدا نديرو كيف قلت لكم في الفيديو، نبدا نديرو في الماء بارد ديال شجرة الكرموس. هذا هو الباكور، الباكور ماشي ناضج، الباكور اللي تيكون باقي كرطوط تنقولوا له حنا بالعربيه كرطوط، وواحد السميه تيقولوه بالشلحه هنايا، ما نعرف الكران ولا القران ولا شي حاجه بحال هكا. المهم راه دائما تنقول لكم انا في الفيديوهات الاسماء ديال الشلحه ما تنكونش تنطقهم مزيان، لان انا عربيه ماشي شلحه، ولكن ساكنه في بلاد شلوح، ساكنه في مدينه ورزازات. هاد الكران ولا الكرطوط نقول انا بالعربيه ديالتي الكرطوط، تنديرو حنا عندي في بلادنا في مدينه سيدي سليمان بلادي الحبيبه، تنديرو حنا على الكسكسو، تنصايبوه بالكسكسو، انت يكون فحال هكا تنديروه بالكسكسو. هذه وصفه اللي ما تيعرفش هاد الطريقه هذه غادي نقولها ليه. هنايا الشلوح اش يديروا ملي تيكون باقي هكا، يا تيديروا به الكسكسو باقي خضر، تيديروا به الكسكسو باش يحتفظوا به حتى مثلا الصيف والوقت اللي ما تيكونش، وهذا تيبسوه. دابا انا راه قطعته شرائح بحال هكذا وغادي نيبسو. فاش تنكون نبغي ندير الكسكسو تنجبدو تنشدو، ملي تيكون يابس تنشدو تنفزقو في شويه ديال الماء بارد، ماشي الماء طايب، الماء بارد، كانت تقول لي فزقيه في الماء بارد وتنفزقو في الماء بارد. ملي تنبقى نلوح الخضره تنلوحو حتى هويا وتيرجع بحال لي الله كيف قطعتيه من الشجره ودرتيه. هما دابا تيصايبو به الكسكسو بزاف. انا حدايا جارتي هنا، جارتي لطيفه تحيه ليها من هذا الفيديو، قالت لي راه يمكن لك تصايبي به بحال زعلوك بحال سميتو، وعطاتني الطريقه وغادي نديرو معاكم وغادي نصور كيفاش غادي نصايبو. قالت لي راه تيجي لذيذ وتيجي زوين، وانا غادي ندير معاكم هذه التجربه. وفعلا مني سولت حتى الناس ديال اكدس قال لك ايه راه تصايبوا به هكايا، وسولت هنا الناس كاينين ديال ورزازات قالوا لي بنات يصايبوا به هذه الوصفه هذه، وانا غادي نديرها وغادي نذوقها معكم لاول مره حتى انا. ونفس الطريقه اللي عطاوني الله يعطيهم الخير غنديرها معكم هنا في الفيديو. واللي عنده هذا موجود بحق يكون حلو ما يكونش حار، فاش يكون يقطع يذوق يكون حلو ما يكونش حار، لكن حار تيجي مر تيجي خايب. حلو دابا هانا كيفاش قطعتو باش نيبسو، وهكا تنشدو غير هذا، تنحيدو لها هاد النباتات هادو، راهما هادو هما حيدتهم، ومن بعد ساهل تنقطعوه بحال هاك وتنبداو نديرو هكذا صافي. تتقطعي شحال ما بغيتي الحجم اللي بغيتي، دابا هاد الكميه هادي غادي نيبس منها، والكميه الاخرى راني غادي نديرها دابا باش تسلق، باش خاصو يتسلق، اللي بغى يبخرو يبخرو، اللي بغى يتسلق يسلقو. بعد ما تنسلقوه تنديروه في شي شبكه ولا شي حاجه باش يتسقطر. دابا غادي ندوز معكم باش نوريك ها هو تيتسلق. هاد الصوفه اللي تسكن فيه داخل البيضه هي فاش يطيب في الصيف تتولي حمراء هي في الداخل، تيبقى غادي تيتبدل اللون
ديال الكرموس او الباكور. سبحان الله العظيم. دابا هو درتو، درته هنا تيتسلق، اللي بغى يبخرو يبخرو. دابا بعد ما يتسلق غنديرو نصفيه، وحتى يتصفى عاد ندير ليه الشرموله. مزيان الواحد ياكل هادشي اللي هكايا خضار، اللي ديك الشيء ديال الخضار حنا تنديروه في البلاد ديالنا، تنديروه يتفور، تنديروه مع الكسكسو. وهنايا لقيتو تيديروا ليه هكا، هاو بدا تيتبدل ليه اللون ديالو، ملي كنت تيتسلق تيبقى يتبدل اللون. شي ما بقاش خضر، بقى تيولي بني. انا تيعجبني هادشي ديال بحال البقوله، بحال السلق، بحال كلشي تيعجبني. راه دايره فلاشين البقوله، دايره السلق، دايراهم في فلاشين. ها هو طاب الكرموس او الكرطوط، كرموس خضر او الكرطوط. هذا وجد. دابا غادي نديرو في الصفايه ونخليه يتصفى مزيان من داك الماء. شوف كيتبدل اللون ديالو، وعاد غندير ليه الشرموله. بعد ما دابا كان تسلق عندي هذاك الكرموس او الكرطوط، درتو تتقطر حي نشف من الماء. ودابا غندير ليه التوابل. التوابل هنا عندي الملحه، الكمون، شويه الابزار، شويه التحميره. اللي بغى يدير ولادي ما بقاوش بغاو ليا الحار، وانا ما عنديش النيت السودانيه. اللي عنده السودانيه يديرها، واللي عنده الهريسه يديرها. انا خليت هنايا حيت ما كاينش اللي يصور ليا، يسمحوا لي هادشي تيترعد، ما كاين حتى واحد اللي يصور ليا. تنصور بيد ويد تنحرك بها. المهم هنا راه درت البصله حتى تشحرات، ومن بعد نزلت عليها شويه القزبر والمعدنوس، شحرتها مع شويه ديال زيت الزيتون او زيت البلديه. ومن بعد غادي نضيف عليها هذا الكرموس. هذا الرزق ديال الله سبحانه وتعالى، شفنا الناس يديروهم، نديرو نجربو، واللي عجبو ياكلو، واللي ما عجبوش صافي ما عاودش ياكلو. المهم الواحد هي يجرب. ما غايدير لك والو، غادي ما خلق الله سبحانه وتعالى الا فيه فوائد، خضر ولا طايب ولا كيف ما كان. حنا تنديرو به الكسكسو، تناخذو داك الكسكسو اللي تيكون ديال القمح الكامل، داك الكسكسو الاحمر اللي تيكون بالنخاله، تنفتلوه وتنديروه يفور، ومن بعد تنحيدوه تنسقيوه في الفوره الثانيه. تنديرو هاد سميتو هاد الكرطوط هو الاول في التحت بحال هكا، تنقطعوه وتنديروه في التحت، عاد تنديرو الكسكسو فوق منه، تنحسو به حتى تيفور الكسكسو مزيان، تنحسو بالكرطو الطاب. عاد من بعد تنديرو هذا، تنحطوه وتنبقاو ندعقوه ندعقوه ندعقوه، وتنديرو له الحليب. هذه الطريقه ديالنا حنايا، ولكن هنايا قالوا لي ديري له هالطريقه. وتنديروه عاوتاني في الكسكسو مع الخضره، مع الخضره تنديروه في الكسكسو. هنايا تيديروه الشلوح، حنا في دارنا لا، ما تنديروش الغرب، الناس ديال الغرب ولا الناس ديال سيدي سليمان ولا هذا ما تيديروش الكرطوط في الكسكسو. وهنايا الناس ديال الامازيغ تيديروا الكرطوط في الكسكسو، يا خضر بحال هكا او تيبسوه. دابا انا راه ديك الكميه اللي وريتكم قبيله غادي نيبسها، ونخليها ان شاء الله حتى فاش يكون ما كايناش الوقت ديال الكرطوط، ونبدا نهز ديك الكميه اللي بغيت ونفزقها في الماء بارد. ومن غنكون نلوح الخضره في البرمه تلوحو حتى هو، فاش يطيب
تيعطي حتى هو النفع ديالو، بحال اللي تيعطي اللفت، بحال اللي تيعطي خيسو لي الشو، حتى هو يا هكاك. ايوا اللي داروها الناس قدام نتعلموا منهم حنايا، والله يجعل الله سبحانه وتعالى يجزي بالخير كل واحد اللي علمنا شي حاجة. دابا حتى ندوز معكم التقديم. ها هو يا الكرموس، خويت عليه الزيت البلدية، تيجي رائع، تيجي بنين، دقته جا زوين بزاف، بحال اللي تنديرو الفول الخضار، بحال اللي تنديرو البقولة، بحال اللي تنديرو بزاف ديال الأشياء تتكون باقا خضرة ما فيها. بس نجربو الكرموس بحال هكايا. الله يعطي الصحة لأختي لطيفة اللي قالت لي ديري هاد الطريقة هادي، ودرتها وجات دقتو جا رائع، الله يعطيها الصحة. فعلا قالوا كل واحد مازالش معلم، ومن كل واحد تنتعلمو وتنزيدو نعرفو بزاف ديال الأشياء. شكرا اختي لطيفة، جربتو وجا زوين بزاف، بحال اللي تنديرو الزعلوك، بحال تنديرو الفلفلاش، تنديرو هاد التكتوكة، بحال هذا جربوه، راه زوين بزاف بزاف، دقتو جا رائع، جا زوين. انا ما درت ليهش السودانية، ولكن مع الزيت البلدية ودوك التوابل جا زوين بزاف. اللي بغى يدير السودانية او الهريسة. بالسلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.